السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، طبعا نستمر بالحديث عن ثورة تشرين وعن كذلك ردود الأفعال بالنسبة للمتظاهرين حول ما حدث أمام السفارة الأمريكية وهذه الألاعيب المستمرة من قبل الميليشيات ومن قبل السلطة الحاكمة في العراق وكذلك إيران التي تدير المشهد حول المحاولات المستمرة لقمع الثورة وإنهائها بشتى الوسائل. ربما تأتي الوسيلة عن طريق إبعاد الأضواء عن ثورة تشرين وعن هذا الصدى الكبير الذي أحدثت، أو ربما يأتي عن طريق قمعها بالحديد والنار، أو ربما تأتي الأمور بشكل مختلف. فنبدأ من خروج حشود من أهالي محافظة بابل في تظاهرات ليلية للتنديد بأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي العراقي، وردد المتظاهرون شعار لا أمريكا ولا إيران، اليوم الحلة تسولف. دعونا نشاهد. ننتقل إلى محافظة النجف، حيث أيضا شهدت مظاهرات ليلية منددة بالتدخل الخارجي وكذلك بالأحزاب الفاسدة، ومؤكدة أن الثورة الحقيقية بالمشاركة في ساحات الاعتصام والتظاهر وليس بالاستعراض أمام السفارات. هكذا وصف المتظاهرون في النجف الوضع أو هذه المسرحية التي حدثت أمام السفارة الأمريكية. دعونا نشاهد هذا المقطع. الوطن بالساحة نعرف مو بالسفارات، الوطن بالساحة نعرف مو بالسفارات. محتاج نرفع العلم ضد الحتالات، الوطن محتاج الوعي وكل الثقافات، محتاج نرفع العلم ضد الحتالات ونرفع أعلام الحزب. سمع نداءك للشعب ونرفع أعلام الحزب. سمع نداءك. ننتقل طبعا من النجف إلى كربلاء. المتظاهرون في كربلاء قالوا أن من يسمى بالطرف الثالث بات معروفا للجميع، وعليه أن يكف عن إلحاق العراق بصراعات الدول المجاورة. واضح للجميع الآن من هو الطرف الثالث خاصة بالنسبة للمتظاهرين. دعونا نشاهد هذا المقطع. يا دكتور برهم، اترك الكتل السياسي وابقى على موقفك واختار رئيس وزراء من رحم الساحات، ولا الطرف الثالث إذا يراهنون على الإطالة فإحنا باقين هنا. والطرف الثالث تدخلوا قبل يومين بالساحة ورادوا يعبثون، إحنا باقين. المتظاهرون في محافظة البصرة كان لهم رأي آخر يختلف عن ما جاء في كربلاء أو بابل أو النجف. طبعا قالوا إن أحزاب السلطة تحاول افتعال بلبلات من أجل اختيار رئيس وزراء مناسب بالنسبة لهذه الأحزاب بمواصفات تلبي رغباتهم في التغطية على فسادهم ومنع محاسبتهم من قبل الشعب. دعونا نشاهد هذا المقطع. احنا باقيين مستمرين، طبعا برد حر ليل نهار مطر، باقيين مستمرين وما نتعب الى ان نشوف العراق متحرر من هاي الاحزاب. ما نريد انه هاي نقول شلون نقولها
يعني الأحزاب والكتل السياسية تحكم بالعراق، لأنه إحنا نريد سيادة واحدة زين. وبالنسبة لمطالبنا واضحة زين، نريد وطن واحد، بأن نعرف إحنا السياسيين والأحزاب جاي تعمل بلبلة بهذا البلد وبالمتظاهرين من أجل تصعيد مرشحهم اللي ينال إعجابهم واللي يستفادون من عنده. لذلك جاي نشوف إحنا بآخر فترة جاي يصير بلبلات بين الدول الخارجية والضحية يبقى العراق. مشاهدينا الكرام، طبعا استمعتم إلى حديث الشارع العراقي لمن يشكك في مطالب هذا الشعب. بإمكانه أن يعيد استماعه إلى هذه التسجيلات مرة واثنين وثلاثة إلى أن يقتنع ربما، أو إلى أن يعني يرى الحقيقة بعينيه إن لم يكن قد رآها بعد. الشعب يطالب بإسقاط هذا النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة التي سيطرت على حكم العراق منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة، طبعا باختلاف مسميات الأشخاص الذين حكموا، لكن في النهاية لمن يتبعون وكيف أداروا الدولة. هذا هو المطلب الرئيس. ما هي البدائل؟ هذا موضوع هو الشعب الذي يحدد من هي الجهة البديلة أو من هو الشخص البديل لإدارة الشؤون في العراق. هذا هو الموضوع، واضح للجميع، يجب أن يكون طبعا بهذه الصورة. معنا السيد عبد الرحمن من الطارمية، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم وأحيي قناتكم المباركة. حياك. وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. نعم تفضل. سيد عبد الرحمن، نحن نرى الآن الوضع في العراق بأن هناك محاولات مستمرة على الأقل المحاولة الأخيرة لحجب الأنظار عن ما يحدث في ساحات التظاهر بافتعال هذه المسرحية أمام السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد وهذه التصعيد الأخير الذي حصل. الشارع العراقي يقول بأنه إن كنت تريد وطن حقيقي وتريد أن تقوم بدعم هذه القضية عليك أن تتظاهر بدل أن تمثل أمام السفارات. لماذا هاجم المتظاهرون ما حصل من قبل ميليشيات الحشد بهذه الطريقة؟ هذه المسألة مسألة سياسية بحتة ومسرحية في الحقيقة، مسرحية اسمها المسرحية الديمقراطية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وجاء بهذه الحكومة. هذه كلها لا تنطلي على الشعب العراقي. الشعب العراقي أمام حالة من الدكتاتورية ومن الاضطهاد ومن المواجهة للشعب وإقصائه، وحالات الخطف التي تحدث على المتظاهرين في كل ساحات الاعتصام، وأي مطلب من المطالب الجماهيرية حقق. أهلنا في الأنبار والنينوى وصلاح الدين وكركوك مظاهرات، قمع المتظاهرون وقتل المصلي في الجامع. وأخيرا الحادثة التي حصلت في الطارمية. طيب. وخطف الشيخ رافع حاتم المطلق المشهداني. نعم. التي حصلت وهزت الشارع العراقي. نعم. هزت العشائر العربية الأصيلة في العراق سواء في جنوب العراق أو في وسط العراق. نعم. ماذا حدث؟ يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن قبل أن أتحدث عن الشيخ رافع، أنوه أن الطارمية زفت العشرات بل المئات من الشهداء المغدورين. نعم. والمحبوسين في المعتقلات، بل وصل الاعتقال إلى النساء والأطفال. عشرات من النساء في المعتقلات. هناك من ينتقد موقف العشائر ويقول بأنه يعني إحنا شبعنا من كلمة هاي الأحداث هزت العشائر. طيب هزتها وبعدين ما هو الرد المفروض أن يكون من قبل عشائر العراق التي لها الثقل بالدولة التي يمكن أن تغير كثير من الأشياء؟ أبدا، يعني مثل ما الوضع في جنوب العراق الآن والساحات مليئة في جنوب العراق وعشائر جنوب العراق، والصوت الذي يهجر في جنوب العراق يطالب بالتغيير ويطالب بالحرية ويطالب بالكرامة اليوم. نعم. عشائر جريم متمثلة بالعبيد والبنفرد وعشائر العقادات والشمر والسعيدات والبحيات. نعم. والسادة الحياليين والقرابلة وعنزة والعناز والعزة وبني عز والجميلات والكفراج. نعم. وعشائر الدجيل خسرج والبدران
وكل عشائر المشاهدة في النجف وكربلاء، وكل عشائر في الفلوجة والرمادي، والعشائر في كركوك، عشائر المشاهدة في كركوك الآن بيانات صدروا، بيانات يطالبون بالشيخ رافع، ما حد يستجيب لهم. يعني الآن هذه الكذوبة الديمقراطية، اليوم العشرات آلاف من الناس متظاهرة أمام جامع الأمير علي يطالبون بالإفراج عن الشيخ. مطلب واحد الآن، أمام مطلب واحد هو الإفراج عن الشيخ رافع. مطلب واحد. ارتفع سقف المطالب في ساحات الأنبار وكذا من مطلب واحد إلى مطالب، ارتفع الآن صوت سقف المطالب في جنوب العراق إلى إلغاء العملية السياسية. الآن في ساحات في ساحة الاعتصام في المشاهدة اللي اجتمعت معهم كل العشائر العربية الأصيلة في كركوك وعدد كبير منهم، الآن قد يرتفع سقف المطالب إلى، لأنهم معتمدين على المخبر السري، اللي المخبر السري آني أطالب. سيد عبد الرحمن، أنا سؤالي بس إذا تسمح لي، يعني شاركت بعض العشائر في محافظات الجنوب مع المتظاهرين في ساحات التظاهر، نحن نرى الآن شيخ العشيرة يعني مع احترامنا الشديد لكن للأسف يهان ويعتدى عليه بطريقة تقلل من قيمته ومن هيبته ومن مكانته، بطريقة من مجموعة عصابة أو ميليشيات تدير الأمور في العراق بشكل عام. هل يعقل أن الموضوع سيظل متبقي أو متوقف على قضية بيان استنكار أو استهجان دون النزول إلى الأرض فعلا والمشاركة مع المتظاهرين في ساحات التظاهر لقضية أعم وأشمل؟ يعني إحنا نتمنى السلام لجميع شيوخ العشائر المخطوفين والمعتقلين وغيرها، لكن القضية أعم وأشمل، هي قضية بلد يتم التحكم به عن طريق ميليشيات للأسف نقولها بهذه الطريقة. أكيد هو ما ينبغي أن على الشيخ العشيرة اليوم بعدها، يمكن احنا في زمن النظام السابق يعني الشخص يذهب الى المسؤول ممكن ان يحترم ويكرم، ويعني من عشيرتنا انا ذهبت الى احد المسؤولين شخص انطلع من الاعدام اكراما لعشيره المشاهده. الان هذا الشيخ العشيره الذي لا يحترم عليه ان ينزل الى الشارع ويقف امام منصات التظاهر في كل الساحات وينزل الى المسؤولين ويتظاهر امام الدوله ويقف ويقول لماذا لا احترم؟ الان الشيخ اي شيخ عشيره اللي طلع في ساحه اي ساحه من ساحات الاعتصام الان علي واجب ان يوصل صوته يقول انا ما محترم، انا ما لي صوت. واما ان يعلن حاله من حالات الاعتزال السياسي ويعلن حاله من حالات عدم المشاركه في اي عمليه سياسيه ويدعو الى بطلان العمليه السياسيه لانه صوته ممنوع وصوته غير محترم. ولهذا احنا ندعو انه احترام شيخ العشيره، وادعو اولا شيخ العشيره الى احترام ذاته واحترام نفسه، انه طالب بمطلب واحد لم ينفذ ورفع سقف المطالب على اساس الاحترام وعلى اساس حفظ الكرامه ولم ينفذ، بل أهين، بل ضرب، بل اعتقل، بل. ولهذا احنا الآن أمام صوت يصل إلى الرأي العام العالمي ومناشدة الأمم المتحدة ومناشدة الجماهير أنه في العراق لا يوجد احترام ولا للشيخ عشيرة ولا لفرد ولا لمواطن ولا لامرأة ولا لطفل. وأين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين المجتمع الديمقراطي الذي يناشدون به ويدعون إليه؟ أين هم؟ نحن نريد بلد سلمي مسالم، إثارة النعرات الطائفية، إثارة المواضيع الهامشية، بحيث انه قززوا الناس وابعدوهم عن التعايش السلمي، ونحن ندعو الى التعايش السلمي. اليوم ساحات التظاهر وحدت العراقيين، اليوم ساحات التظاهر في كل منطقة، وتنتظر منكم ساحات التظاهر المشاركة الفعالة بشكل اكبر. حضرتك تعلم كم من مناشدة وجهت إلى عشائر العراق لدعم ومساندة المعتصمين والثوار والمتظاهرين في ساحات التظاهر. باختصار شديد سيد عبد الرحمن، يعني هل الموضوع بالنسبة لكم كعشيرة المشاهدة متوقف على خروج أحد شيوخكم المعتقل بهذه الطريقة، أم الموضوع ربما سيتم منكم تصعيد أكبر بمشاركتكم بشكل أكبر ربما في التظاهرات؟ يعني أنا أود أن نسمع من حضرتك موقفكم حاليا. ربما ستصعد العملية إلى المشاركة في ساحة التحرير،
وقد يكون الأمر أخذ جانب آخر وهو المطالبة بالمعتقلات البريئات والأطفال الأبرياء. وقد يكون التصعيد بشكل آخر، يعني بإذن الله تعالى ستشهد الساحة والأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى أمور أخرى، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. شكرا لك سيد عبد الرحمن، كنت معنا من الطرمية. إيفان من ألمانيا تفضلي. مساء الخير. مساء النور، تفضل. حياك الله والنعم، تفضل. تسلم. أنا حبيت أوصل صوتي من ألمانيا. أهلا وسهلا. أنه إجى الوقت للحكومة أنه تسمع صوت المتظاهرين ساحات الاعتصام. ساحات الاعتصام أغلبها تطالب بترشيح النائب فائق الشيخ كرئيس وزراء. طبعا في كل العالم أكو ناس مؤيدة ومعارضة للشخص اللي يستلم منصب حكومي، بس الموضوع هو الأغلبية، والأغلبية تريد هذا الشخص. أنا أحكي وياك من ألمانيا كإنسان مستقل، لا أنتمي لأي حزب ولا أي ولا عندي أي اتصال بأي دولة خارجية، ما عندي أي مصلحة بهذا الشيء. طيب، بس الناس المعتصمين من أشهر بظروف جدا صعبة، بعيدين عن أهلهم، يتعرضون الأسوأ معاملة من الناحية الإنسانية ومن هواي نواحي. هذول الناس مبتعدين عن عوائلهم، متضررين، يواجهون كل الظروف، لأن عندهم قضية، هم أصحاب قضية. وما خافوا لا من الاعتقالات ولا من القمع اللي يصير من الدولة. وكل هاي الأشياء يتحملوها لأن عندهم قضية. الدولة طلبت من عندهم أن يحددون مرشحهم، وحددوا مرشحهم بالأغلبية. صار استفتاءات بالجنوب، بالناصرية، بالبصرة، ببغداد، بمحافظات. المرشح موجود هذا الشيء. المرشح رشحوا فائق الشيخ، وهذا الشيء موجود على لا 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 لا, لا أخي لا 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 حضرتك متوهم. لم يحصل إجماع في الشارع العراقي على أي شخصية شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال لغاية اليوم. فائق الشيخ علي يعني عليه ملاحظات، عليه إيجابيات سلبيات، يقال عنه ما يقال، شخص وضع يده بيد من دمر البلد. بغض النظر هو عاد شريف، هو مستقل مدني، ليش بقى وياهم؟ هذا السؤال. أخي العزيز، كل الناس عندها مساوئها. إحنا مو أنبياء، يعني هو رئيس الدولة اللي راح يختار هل هو مرسل أو نبي أو إمام. هو إنسان واجبة واجبة إنه يختار شخص، والأشخاص اللي دي يحكمون حاليا بالعراق نقدر نطلق عليهم كلمة مجرمين. فوضع هذا الشخص اللي هو رشح نفسه، طيب، ممكن يطلع العراق من هاي الأزمة بالفترة اللي يعني هي في النهاية هي في النهاية آراء، لكن احنا نقول بحسب ما شفنا وعرضنا لحضراتكم، اذا حضرتك متابع كيف رفع المتظاهرون لافتات، من ضمن اللافتات التي رفعوها صورة فائق الشيخ علي، موضوع عليها علامة اكس كروس بالاحمر، مرفوض باسم الشعب او مرفوض بامر من الشعب بهذه الطريقة. طبعا واذا ما يكون هذا الشيء موجود راح يكون اكو خطأ بالموضوع، لان كل مكان بالعالم اكو رأي ورأي الاخر. يعني إذا إحنا هم راح نشك، إذا كل الناس راح يرفعون الصورة ويقولون، بس إحنا نتكلم عن الأغلبية. عموماً إلى أن يكون هناك نظام تسير فيه الأمور بقانون انتخابات يوافق عليه الشعب، ساعتها يرشح فائق الشيخ علي، وإذا انتخاب الشعب خلص يكون هو الرئيس. أنا أشكرك سيد إيفان من ألمانيا، معنا سيد سعد من الكويت، تفضل. واهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. استاذ، احنا مع الاعتصام والاحتجاج يا استاذي، وعودة الحقوق المسلوبة لاصحابها يا استاذي، وكذلك تأمين الشارع والطريق ككل، وعلى السيد السيستاني ان ينهى عن التعذيب المعتقلين والمحتجزين، وأن ينصح هؤلاء الناس الذين يعذبون الناس والأوادم يا أستاذي داخل السجون. أيضا يا أستاذ، أنا حزين ومهموم بسبب تدمير جولولا وجرح الصخر وكذلك حي الزيتون. وآخر كلامي تحياتي لكل البرنامج وللقناة يا أستاذ. شكرا لك يا سعد، كنت معنا من الكويت.
شكرا لك للمشاركة. مشاهدينا نقرأ بعض الرسائل التي وردت على خدمة الواتساب. علاء النشمي، رسالة من السيد علاء النشمي يقول: تحية تقدير وإجلال لقناتكم الثائرة. علاء النشمي من النمسا، أحب أن أعرج على الضربة العسكرية لميليشيات الحشد من قبل القوات الأمريكية التي تمخض عنها الاعتداء على السفارة الأمريكية وحرقها. هذه المسرحية شخصها أزلام النظام الفاسد ومخرجها أمريكا. أحداث هذه المسرحية مفبركة ومحاكة بأيادي أمريكية وإيرانية لا تنطلي على عقول أبناء الشعب العراقي الذي امتلك الوعي والإدراك المطلق لهذه المؤامرة القذرة من أمريكا وإيران. تماسكوا يا ثوارنا، فإن النصر حليفكم بإذن الله. شكرا يا علاء. معنا السيد سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أخونا الفاضل. حياك الله سيد سعد، أنا وسهلا. مباركة، وتحية لأخواننا في العراق. أنا يعني اللي استشفيته أول شيء، فلا تستقيم الأرض إلا بقانون السماء. واللي استشفيته أنا من كلام الأخ هذا اللي يثني على الشيخ، على فاق الشيخ علي، إنه في نبغى إيش ضمانات. يعني طيب. زي اللي يعني يحاولون إنه هذا في يد الثوار إن شاء الله، والثوار عارف في وعي كبير. نعم. ومثقفين العراق ويديرون العالم، ما يديرون العراق الحالة. نعم. وأنا اللي أشوفه الحمد لله إنه نخبة الثقافة والمثقفين في العالم قادرين على هذه إدارة البلد إن شاء الله بكل اقتدار. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا سيد سعد. العراق بلد ولاد للكفاءات وللخبرات وللمستقلين وللوطنيين، ولم يخلوا للحظة واحدة منهم إن كانوا في الداخل أو في الخارج، فهم موجودون قادرون على إدارة هذا البلد، قادرون على النهوض به بشكل صحيح. لا يحتاج العراقيون إلى شخص تحالف مع حكومات ما بعد الاحتلال في سبيل الوصول إلى منصب. العراقيون قالوا كلمتهم في المظاهرات بأنهم لا يرغبون بأي شخصية دخلت في العملية السياسية منذ الاحتلال ولغاية اليوم. يريدون شخصا بعيدا عن هذه الأحزاب، بعيدا عن هذه التأثرات بالأيادي الخارجية، إيران أو الولايات المتحدة، شخصا وطنيا قادرا على إدارة شؤون البلاد، يستطيعون الاختيار. الوطنيون كثر وموجودون، ما انتهى العراق حتى نختار احنا فلان الفلاني لأنه شوية يعرف يحكي بالتلفزيون. مو منطق هذا. طيب، إيمان النشمي من النمسا تقول: السلام عليكم، ألف شكر لقناتكم الراقية والصادقة بالخبر الحقيقي الذي يحدث الآن، وخصوصا تفكير الأحزاب والحكومة التي تنوي فتح بوابات المنطقة الخضراء على مصراعيها لدخول متظاهرين السلميين. هذا عمل خطير للتضحية بشبابنا. الحذر من هؤلاء بهذه الفعلة، أبدا لا تدخل الخضراء، الحذر الحذر. شكرا يا إيمان. طيب، نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدين الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقتنا من برنامج صوتكم. نذكر أن بإمكانكم أن تشاركونا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة قدر المستطاع بسبب ضيق الوقت. طبعا معنا الآن سيد علي من بغداد، تفضل يا علي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحب بحضرتك وأرحب بالكادر. حياك الله. وأرحب بالقناة مالتكم. أهلا وسهلا. رائقة. أنا أستاذ. إحنا دنعان من الكهرباء. نعم. دنعاني من قطعات الشوارع. نعم. يا ريت تسوون حل. يا ريت. يا ريت. نعم. يا ريت. شنو ذنب ذولا أبنائنا اللي يروحون شباب بتروح. نعم. أستاذ. نعم يا علي أسمعك. ذولا شنو ذنبهم؟ ذولا شنو ذنبهم؟ اللي يتقتلون أبرياء. من حيفيدنا؟ إيران أمريكا. من حيفيدنا؟ هذول مو أبرياء أخواتنا ذولا. نعم. ليش ما تحميهم الحكومة؟ مو المفروض هي تحميهم؟ هلا هم اللي يقتلوهم أستاذ. أنت مو غشيم. هم اللي يقتلوهم. نعم. هم اللي يقتلوهم. هم اللي يعتقلون شيخ العشائر. هذا خطايا الرجال ابو المشاهده سمعتوا به؟ نعم والله والله ذولا ابرياء العالم ابرياء تريد لقمه الراحه هذول قسم منهم ما متزوجين قسم منهم ما عندهم راتب مال رعايه هذول قسم ما عندهم ما عندهم معيل دي جدون هذول بالتحرير احكي لك كان على الشباب كلها الخريجين العطالين على العمل نعم استاذ استاذ ما عندنا غير الله 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 وانتو ما عندنا غيره سبحانه وتعالى ما يقصر ونعم بالله ونعم بالله ما سوينا حال ملينا عاد كافي ملينا ملينا احنا العراقيين كافي نسكت على هذا الظلم علي الحال الحال بساحات التظاهر والحال بالشوارع بالعراق الان هذا هو الحل نعم إلا بعد نجر عليهم أسلحة كافي عاد مليانة مليانة كان مليانة الله بعونكم يا علي صبرنا استاد علي كان الله بعونكم والله يصبركم أنا عمري 26 استاد نعم نعم أنا عمري 26 أروح لأبو الكهرباء يقول لي روح شو نسوي لك يلا روح نعم مناطقنا بحي مناطقنا خليناهم بيد الله استاد ما عندنا غير الله وأنتو أنا نعلى أبو الراحلة أبو ليجي حش السامع كافي مليانة أنا أشكرك وين جت نيران نعم علي أنا أشكرك كنت معنا من بغداد شاب العراقي يعني للأسف موضوع محزن بهذه الطريقة يستنجد بأي محاولة للاستنجاد بأي شخص بأي طرف من أجل أن ينقذ من هذه المأساة التي يعيشها الشاب العراقي المواطن العراقي يعيش في بلد مدمر مدمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن طريق شخصيات أحزاب وأفراد أداروا البلد بشكل خاطئ باعوه لإيران وباعوه لدول أخرى بهذه الطريقة ولماذا خرج إذن المواطن العراقي لو كان يعيش في بلد محترم لما خرج مأساة حقيقية مشكلة الكهرباء يعني الأرقام الحكومية فقط تقول أكثر من 42 مليار دولار تم إنفاقها على قطاع الكهرباء أين الكهرباء إذن؟ هذه الأرقام الحكومية لا نعلم بالنسبة بعيد عن الأرقام الحكومية كم الذي تم سرقته من قبل الشخص القائم على وزارة الكهرباء إن كان وزير مدير عام أو غيرها كم الصفقات عقدت تحت مسمى الكهرباء وكم من أموال أهدرت في هذا الإطار الأرقام الحكومية فقط تتحدث عن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي أنفقت على قطاع الكهرباء قادرة كانت على النهوض بالعراق بهذا القطاع لكنها لم تقدم شيئا للمواطن العراقي وغيرها وغيرها طبعا من قضايا كثيرة محمد من هولندا تفضل حياك الله محمد أنا بالسفارة الأمريكية يعني هذا مخطط إيراني هو اسم صحية يعني ما قتلوا مدير الأعمال الأمريكي ما كانوا يتوقعون رد فعل الأمريكان كان عبارهم دول الناس كتلهم ساحة وفا وغيرهم هاي مريشات تظاهرة قدام السفارة دول قتلوا متظاهرين أخي هم دول حزب الشيطان يدعون حزب الله ما كانوا يتوقعون الأمريكان رد فعل هذا ترامب ما يتفاهم ترامب مو أوباما هذا رد فعل طبيعي يعني رد فعل أما هم يدون الأنبار عن المظاهرات وحتى بعض القنوات أخي يعني ضمن القنوات الشرقية ركزوا بس على السفارة وكل واحد حتى مخطط إعلامي كل القنوات بس طلعوا اليوم كامل بس عن سفارة أمريكية ما طلعوا متظاهرين نهائيا
أما باعتقاد شيوخ العشائر فهي بينت نهايتهم. يعني شيوخ العشائر وراء ناس مسلحة فيه. حتى أنت تكون مدافع وصواريخ يعني هاي راح تكون نهاية بدليل اللي يعطوهم إنذار خلال 24 ساعة يلتقون سلاحهم. يعني هم هاي الله خلاهم شلون حتى تقم منهم. نعم محمد. شكرا محمد، كنت معنا من هولندا. أحد الأشخاص على الواتساب يسب ويلعن طبعا، يقول تتباكون على السفارة الأمريكية، وهو يحاول الاتصال بنا حقيقة عن طريق الواتساب لكن غير متاحة الخدمة في الواتساب للاتصال، تتباكون على السفارة الأمريكية وكأنه أمريكا دعمتنا مثلا، هو سبب دمار العراق هي الولايات المتحدة ومن الأشخاص التي جاءت بهم وإيران التي فتحت لها المجال لدخول العراق وتدميره، هي أمريكا السبب، رؤس الحية أصلا اللي دمرت العراق. يعني احنا ما نحتاج نبرر لحضرتك يعني الموقف، لأن بإمكانك أن تشاهد شاشة الرافدين لتعلم مع من تقف وضد من تقف. يعني باختصار شديد أبو عمر من السليمانية تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثكم اليوم يدور حول مسرحية، إنما جرى حول الأمريكية ومسرحية. السؤال اللي يطرح نفسه، يا ترى هل أمريكا تستحي أو تخاف من إيران؟ أنا هذا اللي يريد أعرفه يقطعني. أمريكا هيجت الشارع الإيراني 1,000 قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين. نعم. استطاعت أن تهيجهم. يا ترى، وأعطيك معلومة، أصلاً إيران مطمئنة على نفسها بالعراق. بالداخل العراقي وبالداخل السوري واللبناني واليمني أكثر من ما مطمئنة على نفسها. العراقيين شعليهم. يعني ليش العراق يتحول إلى ساحة حرب بين أمريكا وإيران وتهتف الميليشيات باسم إيران وتريد تصير هي الحامي عن إيران داخل العراق وعلى حساب دم الشباب وعلى حساب أرواحنا؟ شعلي العراق، شعلي يعني أنه هو يكون ساحة حرب تصفية حسابات ما بين إيران وأمريكا وميليشيات إيران اللي موجودة بالعراق. فاضي محمد، أكو شغلات حسابات لا أنا ولا أنت نعرفها. صحيح صحيح. أقصد ليش تقبل، ليش تقبل شخصيات تسمي نفسها قادة دولة؟ زين، تعرف من يضرب القواعد الأمريكية بالعراق؟ حق المعرفة. زين، طير طير العصفور ماكو ميت بسمعده. هسه أنا قاعد أحكي وياك، هي تعرف إنه إحنا أنا قاعد أصدق فلان مكان فلان مكان وياك. طيب. العبارة اللي يخلوها بعقلهم. أنا أقول لك إياها. فهي ذولا الميليشيات الجبناء ما يقدرون على أمريكا. شو يسوون؟ يقول لك والله نحرق السفارة ونروح حرقها. يلا ليش ما حرقتها؟ انت وصلت؟ انا لفت انتباهي شغلة يا سيد ابو عمر، ليش ما تحرق السفارة؟ روح حرقوها، روح على قيس. طيب قيس هادي انت يا صالح يا فياو ما ادري منو منو، روح حرقوا الاول والتالي. والله في جافة الاحترام للحكومة. طيب. هي حكومة ماشي. هي مستقيلة، هو هذا الحرامي مالكم رايح متدمر، لا إلى قيمة ولا إلى أخلاق ولا إلىهم يحزنون. وهذه الحكومة الموجودة يقولون عليها حكومة، هاي حكومة تهريب أموال أستاذ محمد. نعم. خلينا نعلم الجميع، حكومة تهريب أموال، سرقة الأموال وتهريبها. بعد ما كنت تصريف أعمال، تصريف أعمال أنت زين. الآن هم في مرحلة تهريب الأموال. والله لازم تسقط أمريكا. طيب. من على أبو أمريكا لأبو إيران. شكرا أبو عمر من السليمانية، وضحت الفكرة، شكرا للمشاركة. عمار من الرمادي تفضل. نعم، السلام عليكم. شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. شلونك أخوي، شلون صحتك؟ الله يسلمك، الله يسلمك. إحنا نحكي عن المظاهرات، المظاهرات من الظاهرين، إحنا هم إخوانهم. الرماد هم مظاهرين، بس احنا ما نقدر عمن نطلع نروح وياهم، احنا جسمنا وياها روحنا قاديان بس جسمنا بالرمادي. عمي احنا والله ما احنا مسوين على مظاهرات، مظاهرات احنا بنطبق على السفاره. شو ما حدينا طلع وياهم، طلع عليهم على السفاره وقال يابا تعال احنا عايشين شغلكم، طبقتم على السفاره وحركتوها. أيه. شو راس الامريكان نزل طلعهم هم راحهم على شنو؟ يعني احنا ما يعني نروح وياهم بس الجسم ما نقدر نوصلهم بصراحة. عمي ما يقدر نطلع من الرمادي. نعم. والله احنا نشتغل المظاهرات اخوتنا، ويعني اكو امراض تطلع ما رجعت تحكي. احنا والله انا على البعد هنا يعني
احنا ما حارقين اكثر من عندهم هم بالمظاهرات. نعم. فاحنا يعني بس احنا ما جاي نسوي نقول على المظاهرات والمظاهرات على المظاهرات على عيني وعلى راسي، صحيح مظاهرات وهذا، بس احنا جاي اليوم احنا صار لنا 5 سنين نعاني، احنا جماعه المعتقلين. نعم. يعني اليوم رحت على شيخ عبد الله، عبد الله الخربيط يقول والله احنا ما نعرف انهم ما وين، ليش قبل ما سويتهم بهم من المحافظه سويتهم اعطيتونا كتبنا ونولدنا معتقلين، ليش هسه انا يتبرى من عندنا؟ نعم. يا شيخ عبد الله يتبرى يسوي مؤتمر بالخالديه، اقول له يقول لي انا ما اعرف عنهم كل شيء. يعني احنا عوائل منتظرين ننتظر منهم كلام ينطونا اياه، ما حد يعطينا كلام، لا جواب ولا كلام، ليش البارحه من يوم على السفاره كل من طلع من يمه وقال احنا وطبوا من الامريكان تقنزوا فوق السفاره، ما حد قال لهم على عينك حاجب، كل من مشى من يمه. واحنا خلانا احنا المعتقلين، انا جاك انا خبرتك ثالث مره رابع مره انا متصل وياكم استاذ محمد الله يخليك. احنا بس بدنا قلنا احنا على مصير اولادنا، نريد مصير اولادنا احنا، يعني انا هيك جاي اتكلم وياك هسه انا جعت هنا تدق قوايم 1191 واحد. اذا عندك دزه اي عم دزكيات امرنا امر على عيني وعلى راس الدزكيات. الله يسلم راسك. اي عمي واحنا ما لنا غير الله وانتم، ما لنا غير القناه، ما عندنا غير القناه عمي، ما عندنا غير القناه، يعني والله العظيم يعني انتم هسه من سر ساعه بالتسعه قابل التلفزيون وقاعد تضحك على القناه مالتكم. وعمي احنا نرجع يعني من عندك، احنا نريد من عندكم، من الله ومن عندكم. الدزكيات يعني لو وجهتهم بهات الدزكيات يعني عمي رحمه الله على والديك عم استاذ محمد الله يخليك. الله يسلم. انا مقابلك هو عندي واحد اخذها مواليد 90، مواليد 90 اخذها عمي، هو واحد مالي ولدك 17 واحد. وانا عمك جاي احكي وياك، ترى انا تدري مواليد ايش قد؟ مواليد 54. على راسي والنعم منك والنعم منك. والله قرات بالرعايه، والله حطيت بالرعايه مشان طلع جار ما يطلع يا عمي. الله يخليكم. يعني احنا وين نتجه؟ ما لنا عمي حكومه ما عندنا احنا. كل حكومه عصابه، كل الحكومه عصابه، ما بهم يعني واحد يقول لا والله انا ضحك على 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 محافظتي. شيخ عبد الله روح اليوم يقول انا ما اعرف عنهم شيء، يحكي لي براس خشمه. يعني عبالك انا ولا انا عندي يعني حشاك كهوكشي. يعني ما تصير عمي مع الاستاذ محمد الله يخليك عمي، احنا بندق عليكم نرد من عندكم تجاوبونا رحمة الله على ودك عمي محمد. الله ان شاء الله ينصرك، جاء الحبيب محمد هو محمد. الله يسلمك الله يسلمك. عمي والله مليان يا عمي، والله مليان. تدري يوم رحت الخالدية رحت ابكي ورجعت ابكي، والله يا عمي مع الاستاذ محمد الله وكيلك ومحمد كفيلك. رحت وجيت انا بركض 17 واحد عمي، وانا مواليد 54 عمي استاذ محمد الله يخليك، شنطيهم اني بركض. هو واحد واخذوه واحنا 93 واحد، 193 واحد كنا اخوان ولد عم. يعني وين نروح على استاذ محمد؟ والله نقعد فين حياتنا؟ واحد قال واحد يقول مثل حشاك مثل النسوان. حشاك استاذ محمد الله يخليكم، ما ننتقى بس تطينا بقيت انت من عندك خبر تطينا استاذ محمد، قلنا ننتقهم على اي واحد كان عمي. والله عمي ترى لا يقدر يطلع حتى من الرمادي ما يقدر يطلع، هذا الله ما الله قال يبعد الحجي. سيد عمار اني استاذ اني محمد اني الله يخليك والله يسلمك. قناتكم الشريفه استاذ محمد، نرحب قناتكم الشريفه، واحنا اعتبر احنا مع اخوتك وهذول اخوتك مسجلين. على راسي الله يخليك استاذ محمد، وانا ممنون لك الله يسلمك. سيد عمار دزلنا الاسماء. شكرا لك للمشاركه. دزلنا الاسماء، عندك الواتساب موجود تقدر تدزه، عندك صفحه القناه على الفيسبوك موجود، عندك الموقع اذا عندك التليفون تقدر تفتح منه الموقع. عندنا خدمه انت ترى بها رقم ايضا بامكانك انه تدز عليها الاسماء، ان شاء الله اذا وصلت باذن الله يعني تكون مهمه ان تعرض. طبعا ان لم يتكرر عرضها سيكون اول مره، اكيد سيكون مهم عرضها، اثبات طبعا هذه الانتهاكات التي تحدث في العراق من قبل الميليشيات والقوات الحكوميه. وعندنا ملف كبير جدا، ملف المغيبين والمعتقلين والمخفيين قسريه، طبعا هذا كارثه طبعا لوحده في العراق. السيد مصطفى من مصر تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. نحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيده ونحيي صوت الاحرار ونحيي الاخوه المتصلين وندعوهم الى الصبر والصمود والاستبدال. خلاص ايام معدوده نصر الله اتى فعلا بالفعل ان شاء الله. نجحت والقبض على اللصوص والقتله. اصبح وشيك جدا، وشيك
وهينحاز لك العالم والامم المتحده حكام العرب والشعوب العربيه كلها معاكم، وانتم على حق والدفع عن الوطن وعن كرامه الانسان وعن سياده اوطاننا وحرماتنا واديانا واعراضنا وكل اخواتنا من جميع الاديان حبايبنا واخواتنا واهالينا طبعا. نعم. واما سيدي بالنسبه لموضوع الحلقه، موضوع الحلقه حضرتك النهارده بالنسبه للسفاره الامريكيه مظبوط؟ الموضوع باختصار محاولات لقمع الثورة عن طريق افتعال مسلسلات مثل اقتحام السفارة الأمريكية أو يعني تمثيليات، أي محاولة لإبعاد الأضواء عن ثورة تشرين ومحاولة قمعها، هذا هو الموضوع باختصار. طبعا سيادتك احنا عارفين الكلام ده وعارفين انه هيحصل ولسه هيخلقوا حاجات ثانيه، خلي بالك لسه هيعملوا تفجيرات، ربنا يحفظ الناس من شرهم ومن اذاهم، لسه هيصنعوا تفجيرات وهميه ولسه هيصنعوا تبطل بين دوله ثاني، لسه هم بص هم ما لهمش شغله غير الاذى وقتل البشر، وهم عارفين بالفعل ان هم زمانهم انتهى خلاص، ما لهمش سند لا شعبي ولا قانوني ولا دستوري ولا حد عايزهم. فمساله الصراع مع الامريكان احنا ما لناش دعوه فيها، احنا قدامنا هدف واحد تحرير اوطاننا من العصابات والميليشيات والتنظيمات وعوده نظام جمهوري محترم يحترم اراده الناس ويحترم سياده اوطاننا. نعم. ده هدفنا. فمساله ان هم يتصارعوا ويعملوا شيء لا يهمنا، اي موت او يموت ربنا يهديه. سيد مصطفى بالصارف. اشكرك. نعم. اشكرك والله حتى الفكره، شكرا لك، اعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. اخر المتصلين ابو فاطمه من النجف، بعدها نقرا الرسائل لانها كثيره جدا حقيقه. ابو فاطمه تفضل، اهلا وسهلا. نعم اخي محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، احنا نقول رب ضاره نافعه، ما نعم. جرى بالنسبه لاقتحام المنطقه الخضراء من جسم معلق. نعم. الان اكتشفت الامور كلها، يعني لم نرى قناصين ولم نرى مسيله للدموع. نعم. ولم نرى اغتيالات ولم نرى هجوم بالأسلحة البيضاء على المتظاهر على اللي دخلوا هذه المنطقة. نعم. العراق أصبح ساحة مفتوحة، لا وجود للجيش، لا وجود للشرطة، مالك الأجهزة الأمنية من الأجهزة الأمنية لا غير تابعة لعادل عبد المهدي، ونالوا عارمة. الأمور أصبحت واضحة، يعني كما أقول أخي الكريم، يعني المتظاهرون الحمد لله طلعوا من هذه اللعبة، وإضافة إلى ذلك القادة المجرمين لهذه الميليشيات لم نراهم دخلوا مع هؤلاء المغرر بهم الذي دفعوهم ب 35 دولار للواحد جزاء هذا الدخول وهذه الفوضى التي حدثت. ماذا استفاد العراق من هذه اللعبة؟ الآن الأضرار التي تضررت بها السفارة الأمريكية ستتحملها الشعب العراقي، ستتحملها الحكومة في ترميم. نعم. هذه لا أريد أن أطيل عليك أخي الكريم، فقط هنالك خبر نريد نزفه للمتظاهرين والشعب العراقي، وهو أن المدن البصرة والناصرية والسماوة وكربلاء لا توجد فيها سيطرة لا للشرطة ولا للجيش. والبرلمانيين اللي موجودين في بغداد وهم من هذه المدن لا يستطيعون الذهاب إلى تلك المدن، وإذا كذلك بقرات الميليشيات والأحزاب لا يوجد فيها واحد لأن تم السيطرة عليه. شكرا أبو فاطمة. أبو فاطمة شكرا لك، كنت معنا من النجف. لدينا رسالة يقول أخوي محمد، أنا جاسم من بغداد، لا تنسون المعتقلين، والله يومية تعذيب بيهم، أخوي معتقل مع المواجهة سولف الأهل، تعذيب المعتقلين والمعتقلات يا أخي أبو جاسم، لا تنسون، والسلام عليكم. وعليكم السلام. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. اليوم التقى توأم ثورة العشرين الأولى مع ثورة العشرين الثانية، ما هي إلا دلائل نصر الشعب العراقي على الاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني وجلاوزتهم في الخضراء؟ شكرا لك. سؤال يقول كيف لمراجع، من أبو أوس من تركيا، كيف لمراجع الدين أن تطلب من أتباعها الالتزام بالحلال والحرام وأتباعها يسرقون وينهبون أمام عيونهم؟ إنها مأساة القائمين على الدين اليوم. سؤال أو رسالة من شروق من الأحواز تقول السلام عليكم، بالنسبة لأسعد العيداني هو إيراني،
شلون يصير رئيس وزراء للعراق أو رئيس للعراق؟ رسالة تقول: السلام عليكم، أنا تبارك من الناصرية. إحنا نقول على الحكومة هاي السوالف بطلوهن، عيب كل ساعة مطلعين لكم سالفة، ساعة أحزاب تجيبون مرشح، تجيبون من يمكم وتحطون بكيفكم، وساعة تدخلون الميليشيات للخضراء وتقولون هم دخلوا، ولكم تتوسلون بيهم على مود يرجعون، يقولهم فدوة بس ارجعوا، ولكم عمت عينكم. اي والله الله لا يوفقكم. طيب رسالة عمار من الأنبار يقول: احنا اهلي المعتقلين. طبعا سيد عمار اللي اتصل من الرمادي وحاول اتصال الرجل حقيقة كثير على الواتساب، نقول مرة اخرى هذه الخدمة غير متاحة. هذا الواتساب سيد عمار بإمكانك إذا كنت تشاهد الآن أن ترسل أسماء عليه. رسالة تقول: السلام عليكم. ثلاث رسالات ما قرأتوها المرة اللي فاتت، معذرة جدا حقيقة، عدد الرسائل كبير جدا والوقت ضيق. السلام عليكم أستاذ محمد، تحية لك والرافدين ولقناة الرافدين. أما بعد، ضرب السفارة الأمريكية في نظري هي لعبة أمريكا وإيران على دول الخليج لسلب أموالهم. والنقطة الثانية هو ضرب المتظاهرين، لأنه إيران أصبحت شرطي في الشرق الأوسط. أبو إبراهيم من بابل، شكرا لك. رسالة تقول: أقول من كل قلبي يا رب أنزل غضبك على كل من ظلم وقتل وشرد العراقيين. ندى من الدنمارك، شكرا لك. ماجد أبو محمد من ذي قار قيس الخزعلي: أليس مطلوب لأمريكا بتهمة الإرهاب؟ إذن لماذا أمريكا لا تلقي القبض عليه؟ أليست هذه خطة تحاول جذب أنظار المتظاهرين كي يفضل اعتصام؟ رسالة تقول: السلام عليكم، الله ينصر المتظاهرين ويرفع الغمة عن الشعب العراقي، شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، محمد من عفج، أشكر قناتكم المجيدة، الوضع بالعراق ما راح يصفى إلا طيب، يعني آراء. السلام عليكم، أنا من واسط من خلال قناتكم وناشد شيوخ أشاعر جحيشات، كافي تواطؤ ويا الحكومة، إذا أروح للتظاهرات يبلغون علينا، إذا نروح للتظاهرات يبلغون علينا وإحنا نخاف على عوائلنا. لا إله إلا الله. رسالة تقول: تحياتي لك وللعاملين، أمريكا وإسرائيل قتلت العراقيين، شاركت إيران بحرب العراقية الإيرانية وأوقفت الحرب وتعهدت لهم بإرجاع العراقي لهم فيما بعد، وعقدت اتفاقية بينهما بعد الخليج. يعني تشرح باختصار شديد، شكرا لك للمرسل حقيقة، ليس معلومة من هو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ولكل المشاركين في هذه الحلقة لطيب المتابعة وللمشاركة الفعالة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.